اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا عذاب، اللهم اسقي الطيور في أعشاشها والبهائم في شعابها والدواب في جحورها، يا مغيث يا مجيب يا قريب.